السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين عاملين ايه؟ في الفيديو ده هنتكلم عن أماكن تصنيع البي سي بي في مصر وبره مصر. أول حاجة هنتكلم عن التصنيع المحلي يعني جوه مصر. أول حد معانا هو الباشمهندس أحمد مراد، دي صور لتصميم هو عامله قبل كده. دي تستخدم فيه نظام اليو في، ودي تستخدم فيها نظام الحفر عن طريق السي إن سي، وده البروفايل بتاعه على الفيسبوك. ممكن تدخل تكلمه عليه أو تكلمه على رقم التليفون اللي كان ظاهر في الصورة. تاني حد معانا هو شركة لمبة إلكترونيك في المنصورة، حضرتك بتديها ملف التصميم جيربر فايل وهي بتصنع لك البي سي بي وتديها لك جاهز. وده الفيسبوك بروفايل بتاعهم، هتلاقي عليه الإعلانات اللي هما بينزلوها والخصومات اللي هما بيعملوها. ممكن تكلمهم عليه أو تروح لهم المحل في المنصورة، وبرضو ده الموقع الرسمي بتاعهم عليه المنتجات، ممكن تشتري ويتشحن لك الحاجات لحد عندك في أي مكان في مصر، وهتلاقي الحاجات اللي عليها خصومات وأسعار الحاجات زي ما انت شايفين. أي قطعة انت عايزينها بتلاقوها عليه. تالت حد معانا هو شركة ميكر إلكترونيك في اسكندرية، دي تصميم برضو من التصميم اللي هي عملته قبل كده، حضرتك برضو بتديها الجيبر فايل بتاع الملف التصميم وهي بتنفذ لك التصميم باستخدام الحفر عن طريق السي إن سي. ودي صفحتهم على الفيسبوك، هتلاقي عليها المنتجات والخصومات اللي هما بينزلوها، وعندهم توصيل لأي مكان في مصر، وده الموقع الرسمي بتاعهم عليه برضو المنتجات بتاعتهم والأسعار والتوصيل بتاعهم في أي مكان في مصر. هتلاقي برضو رقم التليفون بتاعهم موجود عشان تعرف تتواصل معاهم. آخر حد معانا هو شركة نوري سوليوشن، حضرتك برضو بتبعت لهم الملف التصميم بتاع الجيربر فايل وهم بيصمموه ويبعتوه لحضرتك. ودي صفحتهم على الفيسبوك، عليها كل برضو العروض اللي هم بينزلوها، وبينزلوا برضو معلومات مفيدة في الإلكترونيات. وده الموقع بتاعهم، بيقدموا خدمات كتير فيه زي السمارت هوم والبي سي بي ديزاين. احنا اللي يهمنا دلوقتي هو البي سي بي ديزاين، عن طريق ان انت بتدخل البيانات بتاعة البوردة بتاعتك زي العرض والطول والكمية ولون الماسك الخارجي للبوردة وعدد الطبقات، هي طبقة واحدة ولا اتنين، ولو معاك برومو كود. وأول ما تضغط على كالكيليت برايس بيحسب لك سعر البوردة من غير ما تكلمهم أو تضطر إن أنت تروح لهم. دلوقتي هنتكلم عن التصنيع في الصين. أهم شركتين عندنا هما شركة جي ال سي بي سي بي وشركة بي سي بي واي. أول حاجة معانا هو موقع جي ال سي بي سي بي، الموقع ده في الصين بيصنع لك الخمس بورد في يوم واحد، وبيكونوا طبقتين والمساحة بتاعتهم 10 في 10 بسعر 2 دولار. لو زاد عن كده الحجم بتاعتها أو الكمية السعر بيختلف. أول حاجة بنروح نسجل في الموقع عن طريق ريجستر هنا. بعد ما سجلنا في الموقع بيظهر لنا الواجهة ديت، احنا ممكن ندخل بيانات البورد بتاعتنا، هي مساحتها كام ملي في كام ملي، وهي عايزين كمية قد ايه منها، من أول خمس بورد لحد 2000 بوردة، وهي كام طبقة من أول 1 لير لحد 6 طبقات، والسمك بتاعها من أول 4 من 10 ملي لحد 1.6 من 10 ملي. وممكن عن طريق إن أنت تضغط آد جيربر فايل، إن أنت تحط الجيربر فايل بتاع التصميم بتاعك، وهو يحسب لك التكلفة بتاعته على طول من غير ما تدخل أنت البيانات. تعالوا دلوقتي نجيب جيربر فايل اللي احنا عاملينه قبل كده ونجرب الموضوع ده. دلوقتي الناس بتسأل يعني ايه جيربر فايل ونجيبه منين؟ الجيربر فايل هو ملف المكن التصنيع البي سي بي هو بيعرف يقراه. طب نجيبه منين؟ لو مثلا عندنا برنامج بروتات زي دوت، احنا ده تصميم عملناه قبل كده في الدورة، عن طريق قائمة اوبوت بتختار بري تشيك، ان انت بيتشيك لك على البوردة لو فيها اي اخطاء او كده. اي حاجة مكتوبة باظ باللون الاخضر ديت معناها ان هي تمام، وفي الاخر بيكتب لك انه ما عندكش اي اخطاء، ما عندكش صفر فيلد، ومفيش اي تنبيهات، وال14 باظ. معنى كده ان التصميم بتاعك تمام مفيهوش اي اخطاء. بعد كده بنضغط من قائمة اوبوت generate gerber file الشكل دوت، بيطلع لنا قائمة بالشكل ده، بنضغط yes، بيبدأ يتشيك تاني مرة. نضغط close بالشكل ده. انت بتسمي الاسم اللي انت عايزه وتختار المكان اللي انت عايزه في الكمبيوتر عندك، وتختار output to single ملف مضغوط، يعني انت بتطلعه على هيئة ملف مضغوط.
تختار الأيقونة التانية ديت، وبتختار الحاجات اللي انت عايز تعمل لها استخراج. انت شغال طبقة واحدة ولا طبقتين؟ لو شغال طبقتين بتختار توب كفر وبوتوم كفر، لو شغال طبقة واحدة تختار البوتوم كفر. وطبعا التوب سلك اللي هو البيانات اللي هي بتبقى مكتوبة على البوردة، وبتسيب التوب ريزيستنس والبوتوم ريزيست زي ما هما، والدريل اللي هي أماكن التخريم بتسيب الحاجات اللي متعلم عليها، الباقية دي ثابتة. بعد كده بتضغط أوكي، بالشكل ده بيطلع قايمة بيقولك أنت اخترت الحاجات اللي متعلم عليها ديت، هتقول له أوكي. ده شكل الجيربر فايل. هنروح نشوف الملف بتاعنا اللي احنا عملنا له استخراج، وده الملف اللي احنا عملنا له استخراج اللي هو السكشن كات كام، ده الملف التصنيعي اللي هو الجيربر فايل. تعالوا نروح للموقع الجي ال سي بي سي بي تاني. دلوقتي هنضغط اد جيربر فايل ونختار الملف اللي احنا صممناه. الشكل ده بيقول لك ان انت مستخدم تو لاير، ومساحة البوردة 61 في 86 ملي يعني كذا انش، تمام. وده صورة التصميم، الطبقة اللي فوق والطبقة اللي تحت، دي البيانات هو اختارها لك تلقائي. انت مستخدم طبقتين ومساحة البوردة، انت بتختار انت عايز كمية قد ايه، من 5 لحد 2000. الخمس بورد تو لاير مساحتهم 10 في 10 عاملين 5 دولار. وانت عايز اللون البوردة لونه اخضر او احمر، كل الالوان ديت متاحة وكلهم نفس السعر، تمام. بعد كده انت بتضغط على اليمين هنا بتلاقي اختيارات كتير، بيقول لك ان انت السعر بتاعك 2 دولار، ومدة التصنيع 24 ساعة، والوزن بتاعها 90 جرام. انت عايز تشحن عن طريق دي اتش ال ولا البريد المصري العادي؟ فانت بتختار سيف تو كارت عشان تكمل الاجراءات بالشكل ده. يقول لك ان البوردة بتاعتك ب2 دولار، كانت ب4 وعمل لك خصم، تمام. تشيك اوت سيكيورتي، دي البيانات انت بتدخلها، بيقول لك الشيبنج انفورميشن، بياناتك اسمك والعنوان وكده، بتبدأ تدخل البيانات بتاعتك. وبعد كده بيقول لك ان التكلفة بتاعتك 2 دولار سعر البوردة، والشحن 17.67 دولار، ده في حالة الشحن دي اتش ال. احنا هنعدل طريقة الشحن دلوقتي، نضغط كونتينيو. عندك طريقتين، يا اما دي اتش ال يا اما بريد مصري، بس البريد المصري واقف حاليا عشان الشحن دلوقتي متوقف، فالموجود دلوقتي دي اتش ال، بياخد من 3 لـ5 ايام بتوصلك البوردة، شحن سريع يعني. يبقى التكلفة كلها 19 دولار و67 من 100. بتضغط continue. انت عايز تضغط تدفع دلوقتي ولا تدفع بعد ما هما يشوفوا البوردة؟ فالأحسن ان انت بتدفع دلوقتي وهما بيشوفوا البوردة وبيردوا عليك، تمام. تضغط submit order، تمام. بيقول لك ان دي الحاجات اللي انت اخترتها، العنوان بتاعك والبيانات. بعد كده بتدخل رقم الفيزا بتاعتك علشان تبدأ تدفع الفلوس، وتضغط باي. تعال نشوف الاوردر اللي انا طلبته قبل كده بالبريد المصري خد وقت قد ايه عشان يوصلني. الاوردر اللي انا عملته قبل كده كنت عامله في شهر 10 2018، كنت دافع الفلوس يوم 1/10. الاوردر خلص وبدأ يبعتوه يوم 8/10، وصلني يوم 29/11، يعني اخد تقريبا شهرين علشان الاوردر يوصلني. بتختلف من شخص للتاني، ممكن الاوردر بتاعك يوصل بسرعة ما يقعدش في الجمارك كتير، فهي ما بتبقاش ثابتة. كذلك التكلفة برضو، انا كنت دافع تقريبا 130 جنيه الجمارك بالتوصيل، ممكن يوصلك السعر اقل من كده او ازيد، بتختلف برضو لان الجمارك ما لهاش قيمة ثابتة ان انت بتحسبها، هما بيحسبوها بطريقة معينة يعني. وده موقع بي سي بي واي، نفس النظام بالظبط، بتدخل بيانات البوردة بتاعتك الطول والعرض والكمية بتاعتها وعدد الطبقات، هو بيحسبها لك، بيصنع لك الـ10 بورد طبقة أو طبقتين في خلال 24 ساعة بـ5 دولار. نفس النظام بالظبط بنفس الخطوات، انت بتبعت لهم التصميم وبيحسبوه،